محمد زين، مدينة عباسية، طالب معهد إدارة أعمال. النشاط الموسيقي كافتتاح كان معزوفة موسيقية، كانت قدمتها ورسمات. والله هوايتي كانت تقريبا من أنا صغير، كنت أحب أسمع هذا اللون. صار لي فرصة أنه أشتري آلة، تعلمت شوي شوي يعني تدريجيا كله عن النت، حتى أنا ما علمني لا أستاذ ولا معهد ولا آبد أبدا. تعلمت الحمد لله صح وكملت صح. والله كمشاركتي بالمعرض يعني حبيت أوصل فكرة للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشوفوا نموذج يكسروا حاجز الصمت، حاجز الخوف عنده. يعني هاي هدف الأكبر كان عندي، مو أنه مشارك أنا كشهرة أو شيء أبدا. السلام عليكم، حياكم الله جميع. أنا أحمد نمر، ممثل عن الرابطة السورية لذوي الإعاقة في مدينة ترمانين. نحن الرابطة السورية تعنى في الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل كامل. مبتدئين في إنشاء الرابطة، صرنا بحدود السنة. عنا مكاتبنا كلها جاهزة من تقديم كامل بجميع المكاتب. طبعا نحن شاركنا في المؤتمر العلمي بمدينة عزاز. نحن أنا بقوم ببعض المجسمات اللي بتحاكي الواقع السوري أو الواقع اللي نحن عايشينه بالأرض السورية. بنفس الوقت في بعض المجسمات اللي بتحكي عن عدم وجود الوصولية، عدم تأهيل الطرق والبنية التحتية للأشخاص من ذوي الإعاقة، فبيكون معاناتهم أشد من الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. طبعا قمت بتأليف كتاب صغير مؤلف من 120 صفحة. الكتاب بيحكي عن طرق التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، طرق تأهيل ذوي الإعاقة، القواعد الأساسية اللي ممكن أمنة للأشخاص من ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم بشكل كامل. إيمان اللوز من فريق سواعد أمل، فريق تطوعي. حبينا نعمل نشاط تابع للمؤتمر من خلال المعرض لتسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عرض إبداعاتهم وقدراتهم ومهاراتهم من خلال هاي المنصة، وكمان نساعدهم على بحيث أنه دمج بيكون بين المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مهاراتهم وتعريف المجتمع بقدراتهم.